إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وكثَّر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين، وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عينٌ بنظر، ووعت أذنٌ بخبر، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، خلق الله جل وعلا المخلوقات، وفاضل الله تعالى بينها في الفضل والكرامة، فجعل الله تعالى بعض الشهور أكرم من بعض، وجعل بعض الليالي أكرم من بعض، وجعل بعض المياه والأماكن والأزمان أكمل وأكرم من الأخرى. ولقد خص الله تعالى أيامًا من هذه السنة وغيرها، جعلها الله تعالى من أفضل الأيام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وحث عليها، وكان عليه الصلاة والسلام يهتبل العمل الصالح فيها وينتهزها. وكذلك كان الصحابة الكرام. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة، وهي العشر التي ننتظرها بعد يومين أو ثلاثة. قال: ما من أيام، لا يوجد أيام في السنة، لا يوم عاشوراء، ولا أيام رمضان، ولا غيرها من الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. فقال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني ألا تكون الأيام الأخرى في السنة التي تكون أيامًا فيها جهاد في سبيل الله، ألا تكون هي أفضل من عشر ذي الحجة لمن كان قاعدًا فيها فقط يتعبَّد؟ يعني لو أن شخصًا جاهد في شهر شعبان، أو في شهر شوال، أو في غيرها، ألا يكون يومه ذاك أفضل من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله، خرج بنفسه وماله، أخذ ماله كله وخرج بنفسه، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني استشهد في سبيل الله وأنفق ماله في سبيل الله. فهذه العشر أيها المسلمون لها فضيلتها، ولقد ذكر الله تعالى فضلها في القرآن، فقال الله جل في علاه: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الأيام العشر هي أيام عشر ذي الحجة، ولا يقسم الله تعالى إلا بشيء عظيم، وهي العشر التي ذكرها الله تعالى لما ذكر قصة نبيه موسى عليه السلام، فقال جل وعلا: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. ذكر بعض المفسرين أن موسى عليه السلام لما ذهب لأخذ التوراة من رب العالمين، وتوجه إلى الطور ليكلمه ربه جل وعلا، قال الله تعالى: وقد أمره أن يصوم هذه 30 يوماً، فصام شهر ذي القعدة كاملا. وواعدنا موسى 30 ليلة، أن يصوم 30 ليلة، فلما أتم 30 ليلة وأصبح في اليوم الذي بعده، أراد أن يكلم الله تعالى، فأراد أن يطيب فمه، فكأنه استاك بلحاء شجر أو أكل شيئا، فقال الله تعالى له: أما علمت أن خلوف فم الصائم أحب إلي من كذا وكذا؟ صم 10 أيام. قال الله: وواعدنا موسى 30 ليلة، يعني شهر ذي القعدة، وأتممناها بعشر، يعني أتممناها بعشر ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذه الأيام العشر التي نحن مقبلون عليها هي أفضل أيام السنة، الذكر فيها أفضل من الذكر في طوال الأيام، الصوم فيها أفضل من الصوم في غيره إلا ما كان من رمضان، قراءة القرآن فيها أفضل من قراءته في الأيام الأخرى، الصدقة فيها أفضل من الصدقة في غيرها، بر الوالدين، الإحسان إلى الناس، صلة الأرحام، الحج، العمرة، كل عمل صالح أيها المسلمون في هذه العشر يكون أفضل من العمل الصالح في غيرها.
حتى روي عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند فيه مقال أنه كان يقول: العبادة في هذه العشر تعدل عبادة سنة كاملة. قال الإمام ابن حجر رحمه الله لما تكلم على شرح الحديث الذي تقدم قال: وربما كانت أفضلية هذه الأيام العشر لاجتماع أصول العبادات فيها. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأنت تحققها في هذه العشر، وإقام الصلاة وأنت تقيم الصلاة في هذه العشر، وإيتاء الزكاة تستطيع أن تؤتي زكاتك في هذه العشر، والصوم عموما صوم رمضان والصوم في غيره نافلة وتستطيع أن تصوم في هذه العشر، والحج إلى بيت الله الحرام وهو لا يكون إلا في هذه العشر. فلو أراد إنسان أن يجعل يوما فاضلا من أيام السنة فيحج فيه لم يصح حجه، لكن الحج في هذه العشر شرع، فجمع الله تعالى أمهات العبادات في هذه العشر. ولقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر وهو اليوم الأخير من هذه العشر من عشر ذي الحجة، فقال: أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر تعظيما له وهو من عشر ذي الحجة، قال: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فهذه العشر لها فضيلتها أيها المسلمون، ومن فضيلة هذه العشر أن ربنا جل وعلا جعل لها آدابا وأحكاما. فمن أحكام هذه العشر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا. وفي المسند قال: وبشره، يعني لا يجوز أن يقطع شيئا من جلده أيضا. والمعنى أن المرأة إذا كان عليه أضحية لنفسه وأولاده أو كان سوف يضحي عن ميت، أنت المسؤول عن الأضحية عن هذا الميت سواء وصاك أو عملتها تبرعا منك له، فإنه منذ أن تدخل أيام العشر يجب أن تمسك عن الأخذ من شعرك، كل شعر جسمك من شعرك ومن أظفارك، حتى إذا ذبحت أضحيتك جاز لك عند ذلك أن تأخذ من شعرك وأظفارك. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الله تعالى أكرم غير المحرم بتشبيهه بالمحرم، فالمحرم إذا أحرم بالحج والعمرة أمسك عن شعره وأظفاره حتى يرمي جمرة العقبة ويذبح هديه، أما غير المحرم فقد كرمه الله تعالى بتشبيهه بهذا الحاج. أيها المسلمون، وهذا الإمساك عن الشعر والأظفار واجب، يعني لا يجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره، ليس مستحبا بل واجب، لا يجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره، فالأمر يقتضي الوجوب ولم يوجد له صارف. وبعض الناس يسأل: إذا كان المرء سيضحي وعنده أولاد وبنات وزوجة في البيت وهم كبار، فهل يجب أن يمسكه عن شعرهم وأظفارهم أيضا؟ فنقول إن الإمساك عن الشعر والأظفار خاص بالمسؤول مباشرة عن الأضحية وهو الأب، أو إذا كان الأب غير موجود متوفى الأخ الأكبر مثلا، القائم على البيت حتى لو كان الأصغر المسؤول عن البيت والمسؤول عن الأضحية الذي يمسك أمور البيت ولي الأمر هو الذي يتعلق به الحكم. وإذا كانت المرأة سوف تضحي عن ميت وسوف تدفع المال، أو كان الميت قد ترك مالا من وصية ووقف وصارت هي المسؤولة عن شراء الأضحية أو الإرسال لمن يشتريها، وهي المسؤولة عن الإشراف على ذبحها وتوزيعها، هي الموكلة من هذا الميت، فإنها يلزمها أيضا أن لا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها. وكذلك إذا كانت المرأة ستضحي عن نفسها مثلا هذا جائز، فلا تأخذن من شعرها وأظفارها، أما بقية البيت فلا يتعلق بهم الحكم. هذا أيها المسلمون فيما يتعلق بالأخذ من الشعر والأظفار. ومن آداب وسنن هذه العشر أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر فيها بالإكثار من التكبير والتسبيح والتحميد. ويسن في هذه العشر الإكثار من التكبير، والتكبير نوعان: نوع مطلق، مطلق يعني غير مقيد بوقت، وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال الشافعي: وإن زاد فقال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر ما اعتاد الناس أن يقولوه. قال: فلا بأس في ذلك. والتكبير المطلق يكون منذ دخول العشر، كبر في الضحى، كبر بعد الظهر، كبر بعد المغرب، بعد العشاء، بعد العصر، كبر وأنت في سيارتك، وأنت في سوقك، وأنت في بيتك، وأنت ماض إلى المسجد، وأنت راجع منه، وأنت تنتظر الصلاة. مطلق على كل أحوالك، اشتغل بالتكبير، اشتغل بالتكبير. والتكبير المقيد إذا صليت الفجر من يوم عرفة، فإذا صليت الفجر من يوم عرفة سنة أن يكون التكبير بعد الصلوات. فإذا صليت الفجر تقول: الله أكبر، الله، مع ذكر أذكار الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إذا صليت الظهر تقول مثل ذلك، إذا صليت العصر تقول مثل ذلك. فهذا أيها المسلمون التكبير المقيد، ويستمر إلى آخر أيام التشريق. أيام التشريق هي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. فإذا صليت العصر من آخر أيام التشريق 13 فهو آخر الوقت لهذا التكبير. والنبي عليه الصلاة والسلام أيها المسلمون خص التكبير بمزيد مزية، فقال: فأكثروا فيهن، يعني في هذه العشر، من التكبير والتحميد والتهليل. نسأل الله تعالى أن يعيننا على اغتنام مواسم الخيرات، وأن يتقبل الله تعالى منا. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذا ما يتعلق أيها المسلمون بهذه الأيام العشر المباركة. وقد اختلف أهل العلم في أفضلية صيامها. ففي حديث عائشة الذي رواه مسلم رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائماً عشر ذي الحجة قط. ولما سئلت حفصة رضي الله تعالى عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سئلت عن صيامه العشر فذكرت أنه كان يصومها. فذكر الإمام ابن حجر توفيقاً بين هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم العشر كاملةً، وإنما كان يصوم كثيراً منها. فينبغي على المرء أن يحرص على أن يصوم من هذه العشر، لو صامها كاملة فلا بأس، فهي أيام فاضلة، ولو صام أكثرها أو صام بعضها فلا بأس عليه. ويكثر أيها المسلمون من قراءة القرآن. أيها الناس، لو قرأت 3 أجزاء فقط في كل يوم من هذه العشر لختمت القرآن خلال هذه العشر كاملا. وقراءة جزء كامل لا تستغرق أقل من نصف ساعة. فلو بكر الإنسان إلى الصلاة أو جلس في مصلاه بعد انتهائها ثم جعل يقرأ لاستطاع أن يقرأ يومياً 3 أجزاء وختم القرآن في هذه العشر. فالله الله أيها المسلمون باغتنامها، فهي أيام معدودات. وقال الله تعالى فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. وفي الآية الأخرى: ويذكر الله في أيام معلومات. كلها تتكلم عن هذه العشر، والقرآن أفضل الذكر، فينبغي الحرص عليه أيها المسلمون. ومن المسائل التي يسأل عنها الناس في هذه الأيام من أحكام الأضحية، ولن أفصلها لكني سأذكر مسألة قد يحتاجها الناس قبل وصول وقت الأضحية بزمن، يحتاجونها من هذه الأيام، وهو حكم إرسال الأضحية إلى خارج البلد الذي يأتيك العيد وأنت فيه. فأنت مقيم مثلا في المملكة، لكنك تريد أن ترسل الأضحية إلى بلد آخر لتذبح فيه وتوزع لشدة حاجة الناس هناك أكثر من شدة حاجتهم هنا. فإذا كنت تعلم أن بلداً فيه ثقة يقوم على ذلك، كأن ترسل مثلاً قيمتها إلى أخيك أو إلى أبيك المقيم في الخارج أو إلى بعض معارفك، وتأمره أن يأخذ أضحية يشتريها وأن يوزعها على الفقراء، فلا بأس في ذلك.
سواء ذبحت الأضحية هنا أو ذبحتها في الخارج لا بأس عليك في هذا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا، ونسأل الله أن يبلغنا الأيام الفاضلة وأن يعيننا فيها على التقرب إليه والزلفى عنده يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال أهلنا في اليمن، اللهم أصلح أحوال أهلنا في اليمن، اللهم أمن ديارهم، اللهم أمن ديارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم أعمر ديارهم بالخير والأمان والإيمان يا رب العالمين. اللهم انصر من نصرهم، اللهم انصر من نصرهم، اللهم انصر من نصرهم. اللهم من أرادهم بإفساد في معتقدهم أو أراد تدمير مساجدهم وأراد الحيلولة بينهم وبين العقيدة الصحيحة فعجل بخذلانه يا رب العالمين، عجل بخذلانه يا رب العالمين. اللهم من أراد تمزيق صفهم وأراد الفتنة بينهم وأراد أن يفسد البلاد والعباد وأن ينتهب ثرواتهم، اللهم فعجل بخذلانه وهزيمته يا قوي يا عزيز. اللهم نسألك لأهلنا في بلاد الشام أن تنصر المجاهدين هناك، اللهم أيدهم بتأييدك واجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم نسألك لأهلنا في مصر أن تؤمن ديارهم وأن تعمرها بالأمن والإيمان، اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعلن عيشهم كدا كدا يا رب العالمين. اللهم ولأهلنا في العراق نسألك أن تنصر السنة والتوحيد يا حي يا قيوم، وأن تجمع شمل المسلمين هناك على الخير والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولأهلنا المسلمين في كل مكان، لأهلنا في الأحواز وفي فلسطين وفي تونس وفي ليبيا وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. يا رب انصر الإسلام والمسلمين واجمع كلمتهم على الخير والدين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة